استفدت من ورشات التوعية الحقوق والواجبات اللي من حقي أنا كعامل، مثل كيفية الاشتراك بالضمان الاجتماعي، عدد ساعات العمل، وعن كيفية التعامل مع صاحب العمل إنه في حال أسائلي أنا كيف أتصرف معاه. وجود جلسات التوعية في مكان العمل وفروا علينا الوقت والجهد، وفروا علينا تكلفة المواصلات، ما ضيعنا ساعات العمل عند صاحب العمل. استفدت من ورشات العمل كيف بقيت أعرف ساعات شغلي، عرفت كيف أطلع تصريح عمل، وعرفت قانون العمل. بعدها جلسات التوعية هذه صرت أعرف أنه أحمي نفسي من خلال لباس العمل اللي بتحمي عيوني وأنفي وجسمي. علاقتي مع صاحب العمل بعد ورشات العمل هذه صارت أحسن، كونه أنا أعرف حقوقي والواجبات اللي علي، وصار كل واحد يعرف شو اللي له وشو اللي عليه.